الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. القصة بدأت من أن رجلا طاغية يقال له فرعون جاء إلى سمعه أن بني إسرائيل يتداولون قولا أثر من أنبيائهم أن رجلا يخرج منهم يقتل ملك مصر. هذا قول لبعض المفسرين، أما الذي ورد عن بعض الصحابة مثل ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا أن فرعون رأى رؤيا أن ملكه يسقط على يد رجل من بني إسرائيل، مما دفع هذا الطاغية الذي لا يبالي، وكيف يبالي وقد قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، أن يصدر قرارا بقتل أبناء بني إسرائيل، كل من يولد يقتل، حتى كاد بنو إسرائيل أن يصيبهم الفناء، فخفف القرار إلى أن يقتل في عام ويترك في عام. فصادف أن ولد هارون عليه السلام في السنة التي ليست فيها قتل. نعم، لا لا، هارون أن يولد هارون في السنة التي ليس فيها قتل، وأن يكون ولادة موسى في السنة التي فيها قتل. التحدي هنا، لا، أنت الآن تنظر إلى أن الحرب بدأت قبل الولادة. نعم، رجل يرصد رجلا قبل أن يولد أن يقتله، عشان تعرف مدى المعاناة أن يرصد هذا الفتى. الآن الأم المكلومة ترى أن ابنها الأول نجا، أما الثاني فهو مهدد بالقتل. صح، فألهمها الله عز وجل أن تلقي ابنها في التابوت فتلقيه في اليم. أي شعور كان في قلب تلك المرأة؟ كيف تستطيع امرأة أن تضع ابنها في تابوت وتلقيه في اليم؟ حل هذه المعادلة قال الله عز وجل لولا أن ربطنا على قلبها. الله أكبر. ووصف هذه المعادلة كما قال الله عز وجل فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، لا يشعر بهذا الفراغ إلا من أصيب في ابن له صغير. إلى كل مكلومة وإلى كل أم مكلومة أصيبت بفقد ابنها الصغير أو ابنتها الصغيرة، نسأل الله عز وجل أن يخفف عنها وأن يسلي قلبها وأن يملأ فراغ قلبها. إلى أولئك الأبناء الذي يعقون آباءهم وأمهاتهم، اعلم أنك أنت قلب أبيك وقلب أمك، فلا تقسو على هذا القلب وأنت ملؤه. بعدها التقطه فرعون، لأن التحدي بدأ المواجه من هو الله جل جلاله، فقال أنت يا فرعون تدعي الملك في الأرض فأنا ملك السماوات والأرض، أربي هذا الفتى الذي تخشاه في بيتك وأنت من يغذوه وأنت من يطعمه وأنت من يكسوه، بل وترضعه أمه على حسابك وأموالك. كيف وصل هذا الأمر إلى موسى، أو كيف موسى وصل إلى هذا الأمر؟ قال الله عز وجل وألقيت عليك محبة مني، ما يراه أحد إلا أحبه، سبحان الله، فرأته آسيا امرأة فرعون فأحبت، فارتقت بهذا الحب بعد فضل الله عز وجل إلى أن تكون من النساء الكمل. الله أكبر. وهذا كما قال الشافعي أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. حتى لو كنت لست من الصالحين، محبتك للصالحين ترتقي بك. صحيح. تبني هذا الولد ونشأ في بيت فرعون وحصل له ما حصل، ثم بعد أن بلغ السن حصل القصة التي قال أبو عمر من القبطي فقتل القبطي فهرب، هرب موسى كما قال الله عز وجل فخرج منها خائفا يترقب. ابن عباس رضي الله عنه وصف خروج موسى وصفا بليغا فقال خرج منها هاربا حافيا، وهو من صفوة خلق الله وقد التصق بطنه بظهره من الجوع. الإمام القرطبي قال كلاما شبيها بهذا الكلام، قال لا زاد ولا راحلة ولا طعام
ولا حذاء، حتى إنه مضى إلى بيت إلى مدين في 8 أيام، قال فما وصل إلا وقد سقط بطن قدمه، تسلخت القدم وقد اخضر لونه من أكل العشب والنبات. هذا صفي قال وهو خير خلق الله لله. ذهب إلى مدين، والسبب ذهابه إلى مدين أن مدين من نسل إبراهيم، فبينه وبينهم نسب، وأيضا ليست تحت سيطرة هذا الطاغية فرعون، لذلك قال له نجوت من القوم الظالمين. فلما وصل لم يصل هناك ملكا ولا شيخا، أصبح أجيرا لسنوات عديدة. هكذا الله عز وجل يصنع الرجال، هكذا يبلى أولئك ليقودوا الأمم، فيخرج بعدها إلى مصر بعد أن تزوج، ثم يدركه الظلام فيقول لبنيه وزوجه لعلي أن أتي بنور أو بقبس، فأتى بقبس وأي قبس، وأتى بنور وأي نور، تكلم الله معه بدون واسطة. خرج من مصر، خرج من بلده من مصر طريدا حافيا جائعا، ورجع إليها نبيا رسولا كليما، لا إله إلا الله. ثم حصلت المواجهة بينه وبين فرعون، لما حصلت النبوة وحصل ما أن فرعون جمع له يوم الزينة السحرة، فماذا فعل السحرة الذين هم كانوا أكفر الناس؟ رأوا عصيهم وحبالهم عصيا وحبالا، ورأوا ذلك تلك العصا التي مع موسى عليه السلام حية تلقف ما يأفكون، فخروا سجدا وهم كانوا أكفر الناس. فبدأ فرعون خوفا على ملكه يتهددهم، لأصلبنكم في جذوع النخل، سأقتلكم، سأقطع أيديكم. قالوا لا ضير، اقضي ما أنت قاض. شوف كيف تحول أولئك من أقسى الناس قلوب إلى أتقى الناس قلوب. وهكذا من يرتبط بالوحي والنبوة يكون قلبه من أقوى القلوب. بعدها عندما حصل هذا، اضطر موسى كما تعلمون إلى الهرب مرة أخرى ببني إسرائيل، ثم فتح الله له البحر فضربه. بعد أن انتقل في الجهة الأخرى، بعد أن أهلك الله هذا الطاغية فرعون، ولو تكلم في هذا الموضوع سبقا تكلمنا عنه، لم تنتهي البلاء بهذا النبي الكريم. بدأ أولئك المتذمرون أرنا الله جهرة، نريد صنما، لما رأوا صنما اجعل لنا آلهة، فجر لنا الأرض ينابيع، فجر لهم الأرض ينابيع، نريد طعاما ارزقنا طعام، انزل علينا طعام، لا نريد، ملينا من هذا الاكل والشرب، لن نصبر على طعام واحد، اخرج لنا من الارض من بقلها وفومها وعدسها وبصلها. يتذمرون حتى نصحهم وعظهم، فقرروا التوبه، فارسلوا 70 رجلا مع موسى للقاء ربه. فلما التقى بربه رجع الى قومه، واذا به السامري قد جعل لهم عجلا فعبدوه، فأخذ برأس أخيه يجره متألما، يظن أن أخاه سبب في هذا الشيء، فبين له. فلما ترك السامري ووعده بعقوبة الله له يوم القيامة وفي الدنيا أن يقول لا مساس، وعظهم ونصحهم فاستجابوا له وكسر طبعا العجل. لم تنتهي القضية هنا، لما مضى بهم وأراد دخول بيت المقدس قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخل حتى يخرجوا منها، فخذلوه. هنا جاءت الضربة والعقوبة من الله عز وجل، أن ابتلاهم بالتيه، 40 سنة يتيهون في الأرض، يقومون في الصباح فيمضون، فإذا أتى المساء ناموا، قاموا فإذا هم في نفس المكان. أعوذ بالله. قال البغوي رحمه الله فكان عقوبة عليهم ولم يكن عقوبة على موسى وهارون، لأنه قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي،
شوف بعد كل هالجهود مات هارون ثم مات موسى في التيه وكان رحمة عليهم وليس عذابا، حتى قدر الله أن يأتي يوشع في الجيل الذي أتى من القوم ففتح بيت المقدس. انتهت القصة، ولكل نبي حكاية، ولكن الله عز وجل جعلها عبرة لمن يأخذ العبر من قصص الأنبياء. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح.